السلام عليكم متابعينا. مثل ما عودتكم دائما، اطلالتي لازم تكون حامله كثير من الهدايا وترسم البسمه على وجوهكم. دائما نحن بظل هيدي الظروف الصعبه اللي عم نواجهها، دائما في عنا تحديات وكل حدا فينا بيقدم تحدي على طريقته. هالمره التحدي حيكون من صالون الي بمدينه النبطيه بسنتر فهد شارع محمود فقيه. حاب يفتتح هيدا المحل رغم كل هيدي الظروف. حنشهد انا وياكم اليوم السبت 25 تشرين الثاني 2023 افتتاح هيدا الصالون، وحنبارك لاستاذ الي باكيد برعايه وبحضور عضو المجلس البلدي الحاج صادق اسماعيل. حنتوجه انا وياكم زميلي كامل بالكاميرا لنقص الشريط، ناطرينكم تقصوا لنا شريط ونبارك. استاذ علي حنبارك لاستاذ علي. فاذا رغم كل هيدي الظروف اللي عم بتحيط فينا، حنبقى نقدم التضحيات وحنرسل الرسائل كل حدا فينا على طريقته. استاذ علي، استاذ الي حب يقدم هيدي الرساله على طريقته. حنعمل احنا وياكم جوله. اهلا وسهلا فيكم لكل متابعينا اللي عم يتابعونا على اللايف. نحن في معنا هدايا لإلهم، خليكم عم بتتابعوا هيدا اللايف، خليكم عم تعملوا شير وكومنت ولايك، والهدايا حتبلش بعد ما نخلص جولتنا ان شاء الله. فخلينا نحكي شوي عن الصالون. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بصالون الي بالنبطيه. صالون مثل ما شايفين صالون جديد بالنبطيه. عملنا حاولنا نعمل اشياء حلوه ونعمل لفته بالنبطيه. من الاشياء اللي بقلب المحل موجوده من هي السمك، المساج السمك مع تنظيف الوجه، مع اهلا بالاكيد بدنا نشوف الكليتون مع تنظيف البشره، العناية بالبشره، عناية بالضفير. واهلا وسهلا فيكم تشاركونا بالمحل. صادق برغم هيدي الظروف كلها، يمكن الحرب، نحن عايشين جو حرب، عم تشهد مدينه النبطيه تقريبا، وهلا بعد شوي بعد عندنا كمان افتتاحيه ثانيه يوميا عم بيكون عنا افتتاحيات. فشو منقول لأصحاب هود المبادرات بداية؟ منبارك لخينا علي هذه الخطوة المميزة بدل زمن الاستثنائي، يعني أكيد. زمن مقارعة الاحتلال، مقارعة العدو الإسرائيلي، هيك ابن الجنوب يعني طبيعي. نشيع شهيد، نفتتح مؤسسة، الحياة بتكمل عنا، ما في شيء بيثنينا لأنه احنا عارفين حالنا أصحاب حق ولوين بدنا نروح ونجي. اليوم منشد عيد خينا علي وعيد الشباب اللي عم يؤمنوا بالجنوب، عم يؤمنوا بالنبطية، عم يستثمروا بهيدي الظروف. يعني بغير البلدان بيكون في حالة أمنية كتير خفيفة بتوقف كل الأشغال، بس بنشوف خينا علي والأمثال عم يستثمروا وعم يفتحوا عم يعطي، وخاصة أنه انبهرنا بالشيء اللي شفناه هون. يعني أنه اليوم أنا دائما بقول لو في ازدياد بعدد الصالونات يعني اللي بيمتهنوا منة الحلاقة، بس الصالون مثل المكتب هندسي، يعني بيجي المزين بيقدم لك تصميم جديد، تسريحة جديدة، يبدع بإظهار جمال الخالق عز وجل، يعني لأنه بيطلع الإنسان بأبهى حلة له. إيه، فمنقول مبروك لخينا علي، مبروك لأهله لأخواتنا، وبنتمنى التوفيق إن شاء الله، نسأل الله عز وجل يمن عليهم بالتوفيق بالإزدهار بحسن الرزق، وألف مبروك. يعني أنا بنصح أي شخص يجي يشوف، يعني في أشياء أول مرة بنشوفها بالنبطية موجودة خينا علي، يعني في لمسات حلوة هون. بتحس إنه أنت مجرد ما عم بتشوف هيدي اللمسات والتميز هون، بتحس إنه أنت حيرسم هيدا الشيء على عليك يعني. مية هيدا اللي بقول دائما أنا، إنه كل حدا عنده أسلوبه الخاص بالتزيين، عنده لمسته الخاصة، عنده فنه، عنده أفكاره. يعني عم نقول انه لو في 1000 مكتب هندسه كله كل واحد يقدم شيء جديد، وذات الشيء بصمام التزيين، فالف مبروك. ويعني وجود خينا علي بيعطي قيمه مضافه لسوق النبطيه، لمجال التزيين منيح، لكن بس يكون في ازدياد بالمؤسسات هيدا في الخير. اي دعم صحيح، هو اول شيء انه بيصير في ازدهار للسوق، بيصير في منافسة، المنافسين بيصيروا يقدموا خدمة أفضل، جودة أعلى، وأسعار بيصير للعالم كمان أفضل. يعني ف يعني ألف مبروك أكيد، مبارك. هنكفي جولتنا، فرجينا. أنا بدي أحكي كلمتين بس. من أرض الجنوب، من مدينة الإمام الحسين عليه السلام، أبارك لابني علي بهالصالون، ونتمنى إنه الكل هيك يجي ويجرب. الله يعطيك العافية جميعا، الله يبارك للكل. إلكم أكيد حاج، مبروك إلكم. حنكفي جولتنا، يلا تفضل. ما بعرف إذا في بالنبطية هيك شيء، في هيك شيء؟ حاج تفضل معنا. يلا بف حاج تفضل معنا. أول مرة بالنبطية؟ إيه أول مرة بالنبطية، هيدي من جنوب حتى، بس في بيروت بالحزمية وبعبدة.
هيدي اول مره بجنوب تنعمل. هيدا السمك بتحطي اجرك بالسمك على مده نص ساعه. السمك هذا اول شيء بيعمل مساج للاجرين، بيرجع بياكل اللحم الميت، بيعمل مثل تنظيف للاجرين للحم الميت وللاجر. بتطلع باجرك بس تخلصي بتكون كاملة نعمه. هيدي اشياء جديده بالنباتيه وحبينا نعملها بصالون الي، وان شاء الله تيجي العالم تجرب وتشوف. يعني هي هيك عم بيميز حاله، ميز حاله بشيء صحيح؟ صحيح. حتى بعد عندك المساج كل اللي عم يحضرونا اكيد بتقدروا تجوا تجربوا، الرجال اكيد عم نحكي تحديدا بالاخص. متابعينا مثل ما قلت لكم، انا خليكم معي على اللايف، انا حاطلب منكم ان تبلشوا تعملوا شير لهيدا اللايف لحتى بلش اختار اول هديه ومين صاحب النصيب ان شاء الله، لمين حنقول نحن مبروك. بيكونوا الشباب والاهل والاصحاب بركه كفوا جولتهم، نحن حنختار اول رابح معنا. لمين حنقول مبروك؟ اكيد حيكون ضروري يكون عامل شير لهيدا اللايف، ضروري يكون عامل شير لهيدا اللايف. بلشتوا معنا. محسن رسلان الف مبروك، عامل شير، بدنا نجرب كاتب الف مبروك. فاذا تربح من صالون الي بسنتر فهد على الطابق الثاني، المفروض هو حيقدم لكم قص شعر وترتيب وتمشيط. الف مبروك لك. الجائزه الثانيه لمين حتكون؟ خليكم كفوا عم تعملوا هيدا، عم تعملوا شير، حنكفي نحن جولتنا دقائق وحارجع لكم بالهديه الثانيه. خلينا نشوف شو في عنده. يعني خلينا نتفرج شوي على الديكور لو سمحت زميلي كامل. مثل ما عم تشوفوا معنا هون الديكور كثير كثير مميز وكثير حلو. مين بده يقعد وحدا يحلق؟ اذا نحن اليوم السبت 25 تشرين الثاني 2023 نشهد افتتاح ابوابه لكل اطلاله مميزه لحتى تنسحر فيها كل مين بحيط فيها. بحضور ورعاية فإذا عضو المجلس البلدي بمدينة النبطية الحاج صادق إسماعيل، تم افتتاح اليوم هيدا الصالون لما تمثله هذه الخطوة من إرادة قوية، فإن دلت على شيء تدل على مدى العزيمة والصمود والإرادة التي يتميز بها أهلنا في الجنوب تحديدا. من الناحية الثانية لإيصال فكرة مهمة جدا للعالم أجمع، أنه نحن صامدين بأرضنا، ما حنتخلى عنها وما حنتركها مهما بذلنا من دماء وشباب. خيارنا في افتتاح هذا المحل جاء من منطلق الدعم، فلكل منا طريقته في التعبير عن الصمود، والأستاذ إليس كاف كان خياره هذا المحل، افتتاح هذا المحل في إرسال رسالة التحدي. بصالون إليس كاف بتستمتع بتجربة حصرية لتصفيف الشعر والحلاقة في أجواء راقية مثل ما عم تشوفوا معنا. حنبلش لو سمحت الكاميرا بده يحلق لحدا، خلينا نشوف. بأجواء راقية وفريدة بقدم لكم أجواء استثنائية بتجمع بين الفخامة والاهتمام بالتفاصيل. ضم صالون إليس كاف كل الخبرات، خبرات أكثر من 15 سنة حب يحطها بين إيديكم. صمم هيدا الصالون ليكون مكان هادئ ومريح حيث يمكنكم الاسترخاء والتمتع بتجربة العناية بالمظهر الشخصي في تصفيف الشعر، من تصفيف الشعر إلى الحلاقة والعناية بالأظافر وكل ما يختص بمظهرك إلى جلسات المساج وغيرها والعديد، وكل ذلك من أجل راحتك. بيهمني أذكر أنه الصالون في بقلبه خدمات مميزة حنرجع نكررها. عنا الحلاقة مع تصفيف الشعر وتسريح الشعر مع الذقن ب $15، الذقن مع شعر ب $12، شعر ب $7، المساج ب $20، تنظيف البشرة ب $20. لكل حدا بحب يتصل ويحجز في يتصل على الرقم التالي 03-90-25-61 03-90-25-61 يوميا من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 9 مساء، 12 ساعة من العمل لخدمتكم بشكل دائم إن شاء الله.
مين حيكون الرابح الثاني؟ مين عمل معنا شير لهيدا اللايف؟ الرابح الثاني مين حيكون؟ فينا نطلع اذا بدك وقف انا حده. اوكي هيك بضل تطلع ال... اوكي من هون يلا. مين حيكون الرابح الثاني؟ مين رح يطلع له اطلاله مميزه؟ هلا انت عم تحلق هون على الموس صح؟ ايه عم بحلق الشعر على الموس. ف هذا بنستعمل الجل بدل المعجون والصابون والفرشاية، الفرشاية اللي بينكسر زبون من ولا زبون، هذه أنا ما بستعملها عندي هون بالصالون. بنحط الجل خلص بتخلص بتكبه، مش إنه بنستعمل الفرشاية من ولا زبون لزبون. بتعرفي جراثيم وأنا ما بحبها صراحة، ولازم كل العالم تلغيها من الصالون، خلي شيء نستعمله مرة واحدة ونكبه بس. يعني هذه كمان ميزة تانية بتميز فيها صالون إلي. مين حنقول مبروك؟ لفاطمة اي مهدي، الف مبروك عملت شير لهيدا اللايف. يلا الف مبروك. اكيد فيك تبعتي زوجك ابنك خيك بيك اللي بدك ياخذ هيدا الهديه ويستفيد منها. اوكي هيا فاطمه اي مهدي. اوكي الف مبروك لك. يلا الرابح الثالث كمان حيكون من ضمن اللي عاملين شير لهيدا اللايف. فيكن اكيد تعملوا كومنت، نحنا منحب الكومنت اللي قلكن وبتفيدونا فيهن، اكيد منحب ارائكم. فاذا فافي كسب عم تقلنا الف مبروك، الله يبارك فيك. عماد صبحي فحص عم بقلنا مبارك ان شاء الله، الف مبروك لكم كمان، شكرا لمتابعتكم. راقية مهدي مبروك كمان، منقلك شكرا لك. شينا حوراء زينب الف مبروك. حارجع انا اذكر نحن الصالون موجود بسنتر فهد بشارع محمود فقيه بالطابق الثاني، هيدا السنتر الجديد عم بيضم كلها محلات مميزه مثل ما عم تشوفوا معنا. تقريبا صار حيخلص الحلاقه تقريبا. يلا حنكفي جولتنا نحن، خلينا نشوف الشارع زميلي كامل إذا فينا نفرش الشارع ليقدروا يعرفوا الصالون وين موجود. مثل ما أنا خبرتكم الأسعار حكيت عنها، يمكن عم ينحكى عن أسعار كتير غالية بما أنه الديكور يمكن كتير مرتب، ولكن أنا حطيت لكم الأسعار، أسعار كتير حلوة مميزة لهيك شغل. أكيد فينا نفرش الشارع لو سمحت. ميرسي إلك. يلا حربح الجائزة الثالثة كمان لو سمحت زميلي. الجائزة الثالثة لمين حتكون؟ لمين حقول ألف مبروك؟ لمين حقول ألف مبروك؟ مين عم يعمل معنا شير؟ مين عم يعمل معنا شير؟ أوكي مين مين مين؟ أوكي ألف مبروك لمين؟ لا حقول ألف مبروك لفافي كسب. ألف مبروك. تقدري تبعتي زوجك ابنك خيك بيك اي حدا بهمك. اوكي الف مبروك. اذن كانت من ضمن اللي عملوا شير، فالف مبروك لك. اوكي طيب عندي هلا سؤالين لكم، خليكم تذكروا منيح انا شو حكيت وشو اعطيت معلومات، لانه حاسال سؤالين من ضمن المعلومات اللي انا اعطيتكم اياها. زينب حيدر عم تقلنا مبروك شكرا لك. فافي كساب عم بتقول حتبعت ابنها فما في مشكل اكيد. يلا مبروك لك. عماد صبحي مبارك ان شاء الله شكرا لك. فاذا رغم كل هيدي الظروف اللي عم بتحط فينا، انا بشد عقيد كل حدا فينا، بحب وجه رساله لكل حدا عم بفكر اذا هو بيفتح يمكن مشروعه الجديد، اذا بياخذ هيدي الخطوه بيتجرأ وبيعمل هيدا التحدي. انا بشجعه انه يعمل هيدا التحدي، ياخذ هيدي الخطوه، يعمل هيدا الانجاز، لانه بالمقلب الثاني هن ناطرين منا كل التحركات اللي احنا عم نقوم فيها، ناطرين منا يمكن نضعف، يمكن ننهان، يمكن ننزل، بس نحن ابدا ما حننزل، ما حننهان، نحن صامدين، باقيين، نحن حياتنا حنضلنا عايشينها بشكل طبيعي، حنفتح محلات، حنكفي بافتتاح مؤسسات جديده، عفوا، حنكفي هيدي الحياه الحلوه بارضنا، بوطننا،
خاصة بالجنوب بمدينة النبطية. يلا خلينا نشوف وين صار بالحلاقة. يلا كفوا معنا لنشوف وين صار بالحلاقة. جهزوا حالكم للسؤال. أنا أعطيتكم معلومات مهمة وسألتكم، حأسألكم هلأ، الحلاقة مع تصفيف الشعر مع تسريح الشعر مع الذقن بقد إيه؟ قد إيه مسعرة؟ يلا مين حيجاوب؟ مين حيجاوب معنا؟ خلي الكاميرا تاخد. مين حيجاوب؟ سألناكم، سألتكم أنا سؤال وعطيتكم المعلومة قبل شوي. عطيتكم المعلومة قبل شوي. يلا أول إجابة صحيحة حتكون حنقلها مبروك. لمين حنقول مبروك؟ الإنترنت يمكن عندي شوي ضعيف، أنا ما بينت عندي. أول وحدة إيه ألف مبروك، بس أنا ما بينت عندي. خليني بس شوف. زينب سليمان عباس. أنا عندي ما عم بتبين، الإنترنت عندي ضعيف شوي. $15 إيه أكيد. مبروك، ألف مبروك لإلك زينب سليمان عباس، ألف مبروك لإلك. أنا واقف عند الإنترنت. ألف مبروك لإلك. بعد في سؤال نهائي، آخر سؤال. صاروا أربع جوائز، الجائزة الأخيرة مين حيحالف الحظ؟ لمين حنقول مبروك؟ لمين حنقول مبروك؟ السؤال حيكون نحن وين موجودين؟ سؤال كتير سهل. مين حيجاوب صح؟ مين حيجاوب صح؟ عم بيبينوا عندك؟ لا انا ما عم بيبين عندي. إيه وين تحديدا؟ وين باي، شو اسم السنتر واي طابق؟ انا قلت المعلومات. نعم لا مش سنتر فافي. اجابه خطا. ليلى حيدر. سنتر فهد. خليها تجاوبنا ليلى حيدر اي طابق. انا ما عم يبينوا عندي الان للاسف. ليلى حيدر وسنتر فهد. سنتر فهد اكيد. الف مبروك لك، بس كفينا المعلومه بشكل صحيح لكل اللي عم بيتابعنا. بسنتر فهد اي طابق. الطابق الثاني. ألف مبروك لإلك عماد صبحي. كمان فحص إجابتك صحيحة، بس بدي أعتذر منك، أخذنا الخيار. ألف مبروك فإذا لكل الرابحين معنا بدورة من ويب سايت النبطية. نحن بحب بارك لأستاذ علي لصاحب محل إديسكاف أوكي على هيدا الافتتاح. وكمان بحب أذكركم برقم التليفون لكل حدا بحب يحجز 03-95-25-61 يوميا من الساعة 9 صباحا ولغاية 9 مساء بيستقبلكم. فيكن تاخدوا حجوزات لتستفيدوا من كل الخدمات المميزة الموجودة دوما سالون إلي سكاف. خلينا نختم مع الحاج هون لنشوف كيف طلع. خلصنا؟ خلص بعدلك شوي قد ايه بعدك. يلا ناطرينك نحن. يلا خمس دقائق لكن خليكم معنا على اللايف لتشوفوا كيف حيطلع باخر صوره. احكي لنا عن خبرتك انت. انا بعرف انه تجولت بين لبنان وبين خارج لبنان لمده 15 سنه تقريبا. والله انه من بديت حياتي اني انا سافرت على الامارات واشتغلت هناك. بال 2007 جيت ورجعت فتحت بالنبطية الفوق. يعني كنت هونيك تعلمت؟ ايه تعلمت بالامارات، ما تعلمت هون بلبنان. فجيت على لبنان، اشتغلت من 2007 لل 2020. من بعد ما صارت الازمه هيدي
صار في علي ظروف صعبة شوي، حبيت اني فيلم. ليش رجعت هلا طيب؟ صراحة من بعد ما جيت بشهر 7 وشفت العالم وشفت الوضع الاقتصادي تغير كتير والشغل كتير منيح صار والاسعار رجعت مثل ما كانت. انا لما فليت كانت الحلاقة $3، يعني وقت انا لما كنت اغلى واحد بالنبطية فوق وحتى بالنبطية كنت اخذ $3، العالم كانت تقوم علي والصالونات تحديدا يعني. فاليوم الحلاقة تخطت $3 صارت 5 و7 و10 و12 و15 والعالم رجعت كل شيء اكلم يعني، مش بس حتى الحلاقة كل شيء الاسعار رجعت مثل ما كانت. الحمد لله انه رجعنا قدرنا نوقف على اجرينا. ما حدا قال لك هلا انه بهيدي الظروف، نحن بظروف حرب كيف عم تفتح؟ بلا كثير صراحه، وهون الاجار غالي منه رخيص يعني، فارزق على الله وبدي تحاول قد ما فيني اتحمل. الحمد لله انا وين ما وقفت كنت مشي الحالة وكان عندي زباين وربيت ناس اصحاب وقدر او كل شيء. ان شاء الله الله يعطينا طول العمر ونشتغل ونعطي نقدم خدمه للزبون مثل حلوه وما يكون إلا راد زبون. والحمد لله العالم عندي أنا سمعتي طيبة والعالم كلها بتعرفني وعندي زبايني أنا صالوني كان بنبطي الفوقة ومن هلأ ومن هلأ فينا صار نشوف نعيما. أول مرة بتجي أنت، كنت تحلو عنده قبل ما يسافر؟ لا والله أول مرة. أول مرة يلا نعيما. ميرسي. مثل ما شفتوا معنا إطلالي كانت حلوة مميزة، شكرا لمتابعتكم، تابعونا دايما وألف مبروك لأستاذ إلي أكيد هيدا الافتتاح.